مستبقا شفتوا فين؟ وسهلا، مرحبا بكم معنا، عدنا لكم من جديد بعد المباشر اللي درنا قبل لحظات. طبعا كانت اقل من 60 دقيقة تفصلنا عن حظر التجوال بمدينة تطوان بسبب ارتفاع عدد الاصابات للاسف، وبدينا تندق ناقوس الخطر في مدينة تطوان. الان عدنا لكم بمباشر جديد مباشرة من تطوان مع معتكف. علاش في نظركم عدد الاصابات والوفيات بكورونا كتزاد في المغرب، وشنو في نظركم الحل للحد من هذه الظاهرة طبعا من انتشار هذا الوباء؟ اذا متسبين للاسف تطوان اليوم كتسجل اعلى حصيله، 80 اصابه وجوج حالات الوفيات، 80 مصاب في مدينه تطوان، واللي دخلنا المنطقه الحمراء للاسف، والحظر التجوال ومنع التنقل ليلا، كذلك اغلاق الملاعب القرب ومجموعه ديال الفضاءات، المقاهي والمطاعم وصالونات الحلاقه والتجميل ومجموعه ديال الامور. اذا متتبعين قناه شوف تيفي، مرحبا بكم معنا. للاسف تطوان الحمراء البيضاء كتدق ناقوس الخطر. مريم اهلا وسهلا، محمد امين وعليكم السلام. اذا متتبعين طبعا نتمنى تفاعلوا معنا في التعليق، وشنو في رايكم الاسباب الحقيقيه لارتفاع هذا العدد المهول ديال المصابين او الاصابات في مجموعة من المدن المغربية، وخاصة بعد ما تحركت الموجة الثانية على المستوى الأوروبي؟ كذلك تخوفات كبيرة الآن تندق ناقوس الخطر على مستوى المملكة المغربية، وخاصة احنا كنعرفوا أنه الآن مجموعة من الدول اللي دارت الحجر الصحي مثل فرنسا، إسبانيا، هولندا، وبريطانيا، ومجموعة من الدول اللي الأرقام قد كترتفع. إذا واش المشكل علاقته بالموجة الثانية؟ واش احنا بالنسبة لنا في المغرب، واش منذ عيد الأضحى وصولا الى الصيف الى فصل الخريف والدخول المدرسي توا سبب كيلعب توا لعب دور كبير؟ يعني هاد المواسم او هاد الفصول اللي دازت، يعني عيد الاضحى، الصيف، الدخول المدرسي، واش ساهم بشكل كبير في هاد الارتفاع ديال الارقام اللي بقينا كنشوفوها مؤخرا؟ اذا كما قلت تطوان ومجموعه من المدن المغربيه كذلك كتعرف حظر التجوال. تطوان اليوم بدات في 10 ديال الليل طبعا حظر التجوال، ممنوع الخروج منعا باتا الا لحالات المستعجله مثل الطبيب او الانسان يمشي للفارماسي يشري الدواء ولا شي حاجه، ولكن ما يثبت ذلك. ودارنا متتبعينا، علاش في نظركم عدد الاصابات والوفيات كورونا كيتزاد في المغرب؟ وشنو في نظركم الحل للحد من هذه ظاهره الانتشار؟ طبعا 2000 مليون 2100 في امريكا للاسف. اذا متتبعينا نتمنوا بالفعل نتمنوا بالفعل ان الناس تاخذ الامور بجديه. واش كتشوفوا المواطنين في المدن ديالكم، الاحياء ديالكم، الازقه ديالكم تيلتزموا؟ هذا هو السؤال. ولاش بالفعل الارقام بقات كترتفع؟ يعني بيناتنا اين هو الخلل؟ من يتحمل المسؤوليه؟ الحل هو الحظر الصحي لمدة شهر، نعطيو الناس مهلة تشري مواد غذائية والأدوية، ونسدو المدن لا داخل لا خارج، يقول عادل. طبعا ما خصناش نوصلوا لهذه القضية ديال أن نشدوا المدينة يعني بشكل رسمي، ولكن كنستحضروا أن لما كنا في الحظر الصحي في شهر 3 و 4 و 5 كانت الأرقام منخفضة. طبعا جا الظروف تخفيف، جا فصل الصيف، جا العيد الكبير، عيد الأضحى، جا الدخول المدرسي، يعني هنا الارقام بقات كترتفع. جاو افراد الجاليه المغربيه، وانا دائما غادي نذكر بهذا البي سي ار لان كاين يعني تتلت بشكل يومي مجموعه من المهاجرين. طبعا تيحضرونا اننا نوجه هذه الرساله للسلطات المسؤوله انهم كاين شواهد ديال البي سي ار في مجموعه من المدن الاسبانيه كتدخل مزوره. اذا نتمنوا بالفعل المواطن يعبر على روحه الوطنيه والمسؤوليه ديالو، ما يغامرش من واحد المبلغ زهيد ديال المال احسن عوان الظروف. اكيد كنعرفوا المعاناه والمشاكل اللي تعيشوها مجموعه ديال المواطنين، ولكن كاين مشكل ومشكل كبير. اذا نتمنى يكون الصوت، تقول مريم زيد الصوت، نتمنى يكون الصوت مسموع. متتبعينا نتمنى يكون الصوت مسموع، نتمنى يكون الصوت مسموع. واش كتسمعوني الان؟ واش تسمعوني الصوت واصل؟ نتمنى تكونوا كتسمعوني. انا اعتقد الصوت واصل لان تعطيني الاشاره الصوتيه مزيان على العموم. طبعا نتمنى. هشام يقول معتكف اين هي جملتك المشهوره يا ربي السلامه ما المسؤول؟ هذا الشيء خطير، اكيد هذا الشيء خطير، يا ربي السلامه، وكنذوقوا ناقوس الخطر. سي هشام نتمنى بالفعل الدعوات ديالكم، ونتمنى كل واحد فينا انه يساهم في المحيط ديالو في التوعيه قدر المستطاع باش يمكننا نتغلبوا على الجائحه. اكيد هذا الشيء تاسف،
هادشي خطير، هادشي تيخلع. نتمنوا الدعوة ديالكم. إذا متابعينا، الأرقام غادية وكترتفع، الأرقام غادية وكترتفع. الولايات المتحدة الأمريكية، في إسبانيا، في بريطانيا، في هولندا، في بروكسل. إذا حنا في المغرب بينا تندقنا في الخطر. تصوروا أن مدينة تطوان متسبينة، وباقي المدن تطوان اليوم 80، طنجة 89. تطوان ليلة عيد الفطر كما قلت دائما أنه كان صفر حالة. منذ بداية الجائحة إلى عيد الفطر أقل تقريبا حوالي 3 شهور، سجلنا 75 حالة في مدة 3 شهور. تصوروا أن اليوم كنسجلوا 80 حالة في يوم واحد. يعني أكيد يا ربي السلامة، هادشي خطير وخطير بزاف. ونتمنوا بالفعل نتمنوا بالفعل الناس تاخذ الأمور ب روح المسؤولية. المنافسة غادي تبدا، نتمنى المنافسة تبدا باش نتغلبوا على هاد الجائحة. إذا متابعينا مباشرة من تطوان، احنا معكم في الدردشة الليلية. نتمنى بالفعل آراءكم وتعليقاتكم، شنو هو الأسباب الحقيقية اللي جعلت الأرقام ترتفع؟ واش كان الخطأ أنه دار العيد الكبير؟ واش الخطأ كذلك في الصيف؟ السؤال اللي مطروح دائما طرحته في وقته، أنه لماذا تم إغلاق شواطئ طنجة؟ ومرحبا بكل السكان ديال طنجة في مدينة تطوان، ولكن إذا عاد شوط البحر ديال طنجة ويجيو الناس من تطوان خليهم في البحورة ديالهم. طبعا كاين الناس اللي عندهم عائلات، يعني بعض المرات اصحاب القرارات اعتقد شي حاجه ماشي ياتك. على العموم دابا على القرار، عفوا الى القرار اللي ارباك الحسابات ديال الكول، وكان سخط يعني مجموعه ديال المواطنين. هو القرار اللي خرج العشوائي والارتجالي انه في الصيف ديال العشيه غيتم اغلاق التنقل من والى في 12 ديال الليل، واكيد وقوع حوادث سير مميته للاسف. ما بغيناش نرجعوا في هذه القضية. بريطانيا يقول 26,000 مصاب وحالة وفاة للأسف. هذا الشيء كامل عرفناه من العيد الكبير. يقول وليد طبعا متسبين العيد الكبير، ما عرفناش شكون اللي قرر، شنو هي الضمانات اللي كانت، ولكن اكيد المخلفات ديال العيد الكبير وفصل الصيف والدخول المدرسي هي الحصيله ديالها الان، النتائج ديالها الان. تطوان يعني هو المعيار الان اعتقد على المستوى الوطني. تطوان من منذ بدايه الجائحه الى ليله عيد الفطر، صبيحه عيد الفطر كانت عندنا 75 حاله، 3 شهور مزيان. الان عندنا 80 حاله في هذا اليوم حسب البلاغ ديال وزاره الصحه. متسبينا طبعا هذا الشيء تاسف وتيذوق ناقوس الخطر، اكيد هادشي تيخلع يا ربي السلامه. ونتمناو نتمناو نتمناو اليوم قبل غدا ان الارقام تنخفض وترجع الحياه الطبيعيه للمستوى الوطني. خالد يقول 15 يوم غادي يكون كحصيله اوليه، كمرحله اولى عفوا. نتمنى انه داخل هاد 15 يوم ديال هاد الحظر التجوال ان الارقام تنخفض، ولكن للاسف البارح خرج القرار طبعا اللي صدرته عماله تطوان. كانت 71 مصاب، كنا كنتظروا اليوم الحمد لله انها تراجع، ولكن للاسف اليوم ارتفعت من 71 80. طبعا هادشي تاسف، هادشي تا اي اسف متابعينا. ونتمنى بالفعل ما نشوفوش المدن اللي تم اغلاقها بسبب عدد الاصابات. ولكن السؤال مطروح، واش بالفعل الناس كتحمل مسؤوليتها؟ واش بالفعل مواطن واعي بهذه القضيه؟ عدم التزام التدابير الوقائيه والاستهتار بالمرض، اكيد اكيد سي سعيد اكيد. لان واش الناس ما مسوقاش؟ واش ما كتخافش من كورونا؟ لان كما قلت في البدايه ديال الجائحه، مرض غريب، فيروس غريب. السلطات بصراحه كانت مرتبكه، المواطن مخلوع بعد ما حدث ولا حرج. الارقام كانت صغيره وكل شيء مخلوع. على المستوى الوطني كل شيء كينتظر الحصيله ديال وزاره الصحه، الكل تينتظر الارقام. حنا بدورنا انتم شفتوا يعني شفت في طبعا التزمنا، بقاو نازلين الطيران بشكل يومي على مدار الساعه بالليل بالنهار، تنتابعوا معكم اي جديد اي جديد اي بلاغ اي قرار، تكونوا حاضرين في المباشر في تيفي. وطبعا الناس كانت مرتبكه مخلوعه. الان صافي طيروا الدهشه بصراحه، مورا شهر 6 جا الصيف، تخلط الحابل بالنابل، ما بقاش الناس كت يعني ما بقاش كيهموها حتى الارقام، ولكن الفيروس تينتشر. هذا هو الخلل، هو ان حنا ما بقيناش كنعطيو قيمه للمشكل ونعرفوا كيفاش نتعايشوا معاه. صافي قال لا ما كاين والو، علاش؟ لان البحر خدا حصه الاسد بعد ما عانوا المواطنين، اكيد بعد ما قنطوا وعياو المده ديال 3 شهور. اكيد هذه المساله ما غادي نختلفوش فيها، ولكن السؤال نحن الان كنأديو الثمن غالي بهاد الارقام اللي كنشوفوها الان. هذا مشكل ومشكل كبير. اذا نتمنوا بالفعل
ان الناس تاخذ الامور بجديه. ماريا كتقول واش الموت بيد شي واحد راه بيد الله كله الاجل ديالو؟ لا اكيد اكيد ماريا، ولكن الحيطه هو الحاضر. لا تلقوا انفسكم للتهلكه، باش نكونوا واضحين، راه المكاتب المكاتب، ولغات الارقام ولغات الارقام، والعمر ملي توصل راه يمكن يرجع حتى واحد. ولكن انت كتعرف هاد الشيء جاش من فراغ، جا بناء على واحد الفيروس، على الاربكه الحسابات ديال الكل. اذا الحيطه والحاضر، المسؤولين او الوزاره المعنيه، وزاره الصحه والداخليه وكل الشركاء في هاد الموضوع وفي هاد الجائحه تيحضروا. اذا الحيطه والحاضر باش نكونوا واضحين. طبعا العمر بيد الله، هذه ما فيهاش نقاش. ولكن انا شخصيا سجلت مع سيده في 83 سنه ومريضه بالقلب والطونسيون، العمر ديالها الحمد لله في مستشفى الاقليمي، ودخلت الانعاش، يعني كان عندها تنفس تحت الضغط وكذا، ولكن الحمد لله الطف الهي وربي. ولكن هذه حاله استثنائيه، ربي العمر ديالها طويل. كاين اللي كيدخل على رجله صحيح تيخرج في الصندوق، باش نكونوا واضحين. انا كنستحضروا مجموعه ديال الشباب للاسف اللي في السن، يعني السن شبابي ما كيديباساش 30 32 سنه، ورحمهم الله بسبب الجائحه للاسف. اذا نتمنوا بالفعل. لا اكيد اكيد. مريم كتقول شكرا لكورونا، خلتنا نعرفوا بزاف ديال الحوايج، لان كورونا في الحقيقه اكيد، ولكن الانسان خصو يستافد منها. اولا بقات ازمه، الناس عرفت كيفاش تجري المسائل ديالها بديك البركه اللي قليله، الناس مابقاتش كتاكل في الزنقه لان المطاعم مشدوده وكذا، يعني تلك العامل ديال الخسائر الماديه اللي كانت بصراحه. بعض الانسان كيمشي ياكل من اجل انه ياكل وفقط. الان الناس بقات كطيب في الدار ديالها، الناس بقات كتعجن في الدار ديالها، يعني بزاف ديال العوامل. الناس بقات كتاخد وقت انها تجلس مع وليداتها والازواج ديالهم والعائلات ديالهم في الدار، يعني كنهضر على كاين الناس اللي كانت طايشه الخدمه جري هنا كذا. يعني كورونا طبعا هو امتحان، كورونا هو في حد ذاته امتحان. يعني السؤال اللي مطروح، واش استفدنا من هذا الامتحان؟ هذا السؤال. اذا نتمنوا بالفعل متتبعينا طبعا ارائكم والتعليقات ديالكم. احنا معكم مباشره من مدينه تطوان مع معتكف في هذه الدردشه الليليه مع الحباب، اكيد المتابعين ديال الاوفياء داخل الوطن وخارج الوطن. هذا موضوع اللي نتمناو ان ما تكونش الموجه الثانيه قويه وخطيره. لماذا؟ لان احنا داخلين في فصل الشتاء، وغيطول المده ديال فصل الشتاء اللي ممكن توصل حتى 6 شهور تقريبا. واذا بدات في هذه البدايه ديال الاواخر ديال شهر 10، بدايه ديال 11 12 1 2 3، كنعرفوا انه الشتاء كطول طبعا، وما بغيناش نكملوا سنه، ما بغيناش نكملوا سنه. اذا نتمنوا الدعوه ديالكم، اكيد لان هادشي اكيد تاسف، هادشي تيخلع. يا ربي السلامه كما قال هشام، ذكرنا بالمصطلحات. ولكن الاهم، واش المواطن ما بقاش تيخاف؟ واش المواطن ما كيلتزمش؟ كنقول الخوف، ماشي حنا ما بغيش الخوف من اجل الخوف، خوف يعني على المحيط ديالو. اذا كنلاحظوا عدد كبير ديال الاصابات على المستوى الوطني، مجموعه ديال المدن. طبعا في الوقت اللي بدات الجائحه كنا كنسمعوا واحد المقوله، وما عرفتش انا شكون هذا العبقري اصلا اللي سربها، وشكون اللي وزع هذه المعلومه، ان يجي فصل الصيف فيروس تيموت، فيروس اذا طلع تيموت. راه بانوا الناس اللي ماتوا الفيروس ما ماتش، هذا هو المشكل، هذا هو المشكل. يعني بزاف ديال الناس للاسف اللي توفوا والفيروس ما ماتش، الله يرحمهم. اليوم الوفيات، يقول سعيد صويري هاي شحال اليوم؟ 52 حالة وفاة و 3577 مصاب. اكيد الارقام كترتفع الاخوه، راه كنا احنا ارقام صغيره على المستوى الوطني في الوقت اللي كان المغرب عنده ارقام صغيره في البدايه ديال الجائحه والحظر الصحي وكل شيء مشدود، وفي تطنسيون وارقام الخروج والدوريات والاعتقالات وكذا، كنا الارقام صغيره. ايطاليا واسبانيا كنتذكر انهم كانوا كيوصلوا 3000 4000 5000 في النهار، الان في اليوم رجعنا حنا كنوصلوا 3700 على مقربه من 4000، وصلنا 60 حاله وفاه بالنسبه للمغرب الطاقه السحابيه، ما خصناش نوصلوا لهادشي للاسف. اذا نتمنوا بالفعل الدعوه ديالكم، نرفع لنا الوباء، ونتمنوا بالفعل الناس تحمل مسؤوليتها. ما بغيناش نخرجوا، يعني ما نبقاوش ضابطين زمام الامور. كنذكركم كذلك المقوله ديال السي محمد الفتيت وزير الداخليه اللي قال حنا راكبين في باخره واحده، يا اما نجاو كاملين يا اما نغرقوا كاملين. ما بغيناش اكيد نغرقوا، ما بغيناش الارقام تزيد ترتفع، ما بغيناش ان الوفيات تزيد ترتفع. ولكن السؤال، من يتحمل المسؤوليه؟ اين هو الخلل؟ خصنا نساو كورونا باش تنسانا، وفي نفس الوقت نديرو الاحتياطات. تقول زهرة اكيد
أكيد 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 أكيد. شي واحد هنا تيقول لك انت واعر عمي ورينا كورونا. عبد الله يهديك، الله يهديك يا أخ. على أي كورونا؟ على أي كورونا بغيتي نوريك؟ غادي نوريك هو الأرقام انت كتشوفهم، وكنقول الوفيات وكنقول الضحايا وكنقول المصابين. على ما نقولكش تجي كورونا ليك عاد تشوفها، ولكن ما نتمناوهاش، نتمناو بالفعل الناس تحمل مسؤوليتها. سعيدة كتقول وعافاكم، واش تلقوا العراسات والحفلات مع ارتفاع الإصابات والوفيات؟ واش كظن أخت سعيدة ممكن تلقوا الأفراح والحفلات؟ هذا هو المشكل. أنا مأكد أن أصحاب قطاع الأفراح والحفلات يعيشوا الأمر الرهيب، ودائما تنهضر على هذه الفئة المحرومة، كنهضر عليهم بشكل يومي في المباشر بالليل وبالنهار. دائما تنذكر أن أصحاب قطاع الأفراح والحفلات والتريتور وكذا كيعيشوا الأمر الرهيب، ولكن للأسف كاين تهور ديال البعض اللي هو تيساهم بشكل أو بآخر كذلك بتمديد وهذه القضية ديال حظر التجوال ما جاش من فراغ، جا من التهور ديال شي بعضين باش الأرقام ارتفعت. وهذا هو المشكل، راه كاين مجموعة ديال الأسر كتعيش الفقر والهشاشة، ناس حاصلة بالكريديات، ناس بشرة الماتريال، ناس ديال قطاع الأفراح والحفلات اللي دي جي، ناس ديال العمارية، ناس فولكلور شراو معدات في شهر واحد في شهر جوج كيستعدوا للموسم الصيفي كالعادة لمناسبة الأفراح حفلات، ولكن شاءت الأقدار أنه الناس بقات حاصلة الله يحسن العوان. طبعا هادشي تيأسف، طبعا هادشي تيألم، ولكن نتمنوا الدعوة ديالكم باش كنا نتغلبوا على هاد الجائحة. هذا هو السؤال. يا ربي السلام يلطف، نتمنوا من الله. سعيد بني ملال مرحبا، تحية خويا سعيد بني ملال. معتكف الريلو كورونا تقول مريم، اكيد كانت عندي في الجيم كجبدت انا في هذا المباشر. على العموم طبعا الاسئله احيانا كتكون زعما كطرح اكثر من سؤال على مستوى ديال المتتبعين ديالنا كما قلت، وحنا عندنا متتبعين داخل الوطن وخارج الوطن. نتمنوا انه يكون سؤال في الصميم ويكون منطقي بالمستوى المطلوب ديالو، لان اسئله احيانا كتعبر على المستوى ديال الشخص، وما بغيناش نكون نترجعوا في هذه الاسئله. نتمنى بالفعل الناس تاخذ الامور بجديه بحال الحل باش يمكننا اغلبيه الناس تظن الكمامه عند الخروج. اكيد كاين الكمامه، كاين التباعد، راه مشكل ديال الطوبيسات ودائما تنقولوا بعض الفضاءات الاسواق القرب، الاسواق الشعبيه وكذا، وخاصه الطوبيسات هنا فضاء مغلوق، خاصه ما تكون دابا مؤخرا تكون التساقطات المطريه قويه وانخفاض درجه الحراره، الطوبيسات تكون عامره، كل شيء مكبط، كل شيء لابس عليه مع البرد هذا متكيف. هذا اكيد كورونا عترتعفى، اكيد عترتعفى، لان الطوبيس ما كاينش التهويئه، الناس الاكسجين طبعا راه كتلقى الجاج ديال الطوبيس مضبب بسبب العدد ديال الركاب، اكيد تلقى مسدودين لان الشتاء والريح وانخفاض درجه الحراره. اذا كيفاش بغيتي نتغلبوا على هذا الكورونا؟ هذا هو السؤال، ولكن هنا كتحمل المسؤوليه المواطن والشركه ديال النقل واضافه الى السلطات المحليه تكون لهم الامنيه بالمرصاد باش نكون واضحين. ولكن انا بالنسبه لي في نظري المواطن جاء الطوبيس عامر يقول شي فور اخويا الله نعاونك، 50% ديال الطاقة السعابية خص تبقى 50%، لأن إذا كاين 30 كرسي مثلا أو 40 كرسي راه خصو يوزع 20 الناس، ما كاينش الواقف. كورونا الحافلة النقل العمومي الآن ما خصهاش توز الواقف، الكراسة بالطاقة السعابية اللي مسموح بها، إذا 50% خصو يوز 50%. طبعا نتمناو بالفعل أزمة في تطوان، فرص الشغل والو، الخدمة والو، أكيد اكيد اكيد. مريم كتقول الطوبيس رومانسي في الشتاء، هذا على سقف هذا اكيد، ولكن نتمنوا ما ترتفعش الاعداد لانها مقبله على فصل الشتاء وانخفاض درجه الحراره، وانتم كتعرفوا المناخ ديال تطوان يعني البرد القارس. ونتمنوا كذلك، نتمنوا بالفعل الله يرفع علينا هذا الوباء، وما بغيناش نرجعوا للحجر الصحي الكلي. واش غتكون القرايه عن بعد؟ طبعا نتمنوا ان احنا مقبلين كذلك العطله البيليه اللي عاد تبدا في اعتقد ابتداء من شنو اليوم، يوم 4 الدار الخميس، ابتداء من 24 في الشهر غتبدا العطله البينيه اللي غادي تزمنت بالنسبه للخصوصي السبت والحد ما قاريينش، غتبدا السبت والحد 2 3 4 5 الجمعه والسبت والحد والاثنين غتبدا. على العموم نتمنوا الطوبيس هذا فوق طبعا، لان المشكل ديال الطوبيس مشكل كبير، ولكن تنقول للمواطن لان هذيك الطوبيس وقفت
إذا كان المواطن تحترم راسه وتدير مسافة الأمان وعيطلع العدد، إذا ما طلعوش الناس الشيفور عيضطر يمشي بحالات، ولكن الناس طالعين وعاسل لك عازي تشتا الريح. لا خويا، هي شتا الريح هتصيفطك إما المقبرة إما المستشفى. إذا الأمر بيد الله ما فيهاش نقاش، ولكن إذا تسرب الفيروس مع ارتفاع درجة الحرارة، عفوا انخفاض درجة الحرارة، الآن المقبلين على لا غريب يعني الزكام راه بدا. نشوف المواطنين ديال المواطنين كتكون في الشارع ماشي الناس كتعطس، حذاري ثم حذاري، الناس كتسعوا لان كيسعوا لها. يعني نتمنوا بالفعل ان يكون بالفعل كاين مسافة الامن والتباعد. سعيد صويرك يقول باقي الناس خصهم توعية، شحال ديال الناس ما مصدقينش هاد الشيء ديال كورونا. هذا هو المشكل، هذا هو المشكل. كاين الناس اللي جميلة، أهلا وسهلا، كاين مجموعة ديال الناس اللي ما كتاخدش الأمور بجدية وبروح المسؤولية، كنلقى ما كاين لا كورونا لا والو، فين كورونا؟ تيدوخونا تيكذبوا علينا. أنا تنقول هاد الناس اللي كيتصابوا كل نهار خص الوفيات، واش كيديهم بالكونجيلاتور؟ واش كيخليهم في الفريغو؟ لا راه تيمشيو للمقبرة تيدفنوا. كوفيد 19 للأسف، الله يرحمهم ويرحم جميع أموات المسلمين. إذا ما نكونوش كنخرجوا كلام من أجل كلام لا قلة لا أكثر. عائشة قالت علاش ما كتقراش الكومنتور ديالي؟ معذرة لأن التعليق تيطلعوا بسرعة. عاودنا التعليق لالا عائشة ونقراوه. مرحبا مرحبا. الناس ما لقاتش ما تاكل، ودتهم خرجوا هبروا براسهم. طبعا طبعا معاناة بالجملة، ولكن حنا على 40 مليون راه أكيد غيكونوا ضحايا باش يمكننا نتغلبوا على هذه الجائحة. راه أوروبا الدول المتقدمة راه كتعيش الفقر والهشاشة الآن والمعاناة بالجملة. باش نكونوا واضحين، تبعوا الإعلام الدولي وغتشوفوا المعاناة، دخلوا وشوفوا شنو كاين. راه ما يجيش الآن شي واحد يقول لك شي دولة إكس ولا أي غريك، راه الناس دول متقدمة راه كتعيش مشاكل كبيرة. لا أكيد أكيد أكيد، الناس ديال الكوفيد إذا دي توفى في العشية يمكن تتفاجئ في الليل، مش عارف في العشية، لأن كاين حالات على المستوى الوطني اللي دفنوا في وقت متأخر من الليل. على العموم نتمناو الناس تاخذ الامور بجديه وبروح المسؤوليه. هذا هو الاهم. طبعا هذا الشيء تيخلع الاخوان، فيروس جديد ما عارفينش. كورونا كتحمق على الليل تقول مريم. لا، ما هو سبب صعود عدد اليومي من المصابين؟ طبعا هذا هو السؤال سي محمد، شنو هو السبب ديال الارقام اللي كترتفع خاصه في هاد التوقيت بالضبط؟ وهنا كنستحضروا انه اكثر من شهرين والارقام كترتفع. هذا هو المشكل، اكثر من شهرين والارقام كترتفع. اذا من يتحمل المسؤولية؟ هذا سؤال، من يتحمل المسؤولية؟ نتمنى ان اللقاح يكون جاهز في نهاية ديال السنة، ونتمنى يتم التغلب على هاد الجائحة. هذا هو السؤال، لان لما كانش اللقاح راه كارثه. راه هنا ما كانش اللقاح، المفروض الحكومه تخرج. اذا ما كانش اللقاح راه مشكل، ولكن قبل اللقاح خصنا حنا نعرفوا كيفاش نتعايشوا ونتغلبوا على هذا المشكل. شفتها مشدو دار خدمه والو، الناس كتجمع الجوع، خلعنا الازمه. اكيد كاين مشاكل، ولكن نتمنى بالفعل الناس تاخذ الامور بجديه وبروحها المسؤوليه، لان هذه مسؤوليتنا كاملين. طبعا تم اغلاق المعبر الحدودي في وجه النساء ورجال التهريب المعيشي قبل كورونا وتزامنت كورونا للاسف. الله يشافي الجميع، يقول عمر امين رب العالمين. الاهم الدعوه ديالكم روح المسؤوليه والوطنيه باش نبينوا الراي العام الوطني والدولي، لان احنا شعب حضاري مثقف. اولا اللي يعمل تحليله يعمل الحجر في دارو، تخرج التحليله اكيد، تقول فاطمه. اذا متسبينا، طبعا السؤال اللي بتروح هو نتمنوا بالفعل الناس تاخذ الامور جديه وروح المسؤوليه، هذا هو الاهم باش يمكننا نتغلبوا على هذه الجائحه. حنا مقبلين على الموجه الثانيه اللي هي خطيره، الله ياخذ الحق في اللي كان سبب واش خفافيش او اوكي. على العموم الاهم هنا، هذه جائحه ضربت العالم كامل وماشي المغرب. السلطات المغربية طبعا، التعليمات الملكية. السؤال اللي مطروح راه شوفوا وقتاش تم إغلاق الحدود، تصوروا معي إذا ما كانش الحدود تم إغلاقها في هذا الوقت ديالها، كانت بقات على أسبوع ولا 10 أيام. كنا وصلنا الآن في المغرب لواحد 80 ألف
خمسة 10,000 تن 15,000 في النهار، وممكن كانت كل وفاة بواحد 300 تن 500 في اليوم، لأنه الحدود مشدودة، مدة كبيرة هي مشدودة، والأرقام كترتفع. إذا عيب داك الشيء ديالنا تقريبا الأرقام ارتفعت، كي كتبقى الحدود مفتوحة كانت عاد كل كارثة، كانت عاد كل كارثة بالمقاييس. طبعا عارفين المعاناة ومشاكل اللي المعاناة والمشاكل اللي عاشوها المغاربة العالقين للأسف. فرنسا يقول سعيد سجلت 26,000 إصابة للأسف. آسيا كتقول لي تحمل مسؤولية الناس أي عاملين كمامة في اليد أو في العنق. طبعا الآن كاين مخالفات، كاين عقوبات جذرية، أن كمامة مهبطة ولا دايرة في اليد ولا مهبطة على نيفو، لان هي الكمامه خصها تكون النيف والفم، اما الا كانت على الفم ولا غادي يكون حيط البوليسي دايز ولا الدوريه، هذاك موضوع اخر. اللهم هنا كيرجع المساله ديال الوعي، كاين اخر كيديرها عيب باش زعما على حسب المخالفه هي انا عامله، هذا ماشي هو هذا الموضوع للاسف. على العموم نتمنوا الدعوه ديالكم، نتمنوا بالفعل الناس تاخذ الامور بجديه وروح المسؤوليه، هذا هو الاهم، لان كندق ناقوس الخطر. السكان ديال تطوان حذاري ثم حذاري، راه تطوان تصنفت في المنطقه الحمراء كما قلت راه كنا في منطقة خضراء وكنا في منطقة صفراء، والآن رجعنا في المنطقة الحمراء بعد ما سجلنا اليوم 80 إصابة وجديد حالة وفاة. 80 مصاب اليوم رقم كبير صراحة، رقم كبير كبير بزاف. على العموم الطاقة الشعبية ديال تطوان والسكينة ديالها والأرقام ديالها، ونسجلوا 80 مصاب صعيب. محمد يقول لماذا لم نسمع عن إصابات كبار المسؤولين في المغرب؟ راه بالعكس، أول مصاب كان وزير عمارة في حكومة العثماني، كانوا مسؤولين طبعا اللي تصابوا. كاين مسؤولين. اليوم زوجة ديال رئيس الحكومة السابق والابنة ديالو بن كيران تعلنوا الإصابة ديالهم بكورونا. راه كورونا شوف راه ميمكنش ما كتخطي حتى واحد، مسؤول ماشي مسؤول، صغير فقير غني، إذا جات فيك راه جات فيك، باش نكون واضحين. إذا أحضي راسك، أحضي راسك خويا. واش محطة تطوان مفتوحة؟ إدريس لا، مازال ما تحلش أخويا إدريس المحطة ديال تطوان، المحطة الطرقية تطوان مازال مغلقة، ومع هذا الارتفاع ديال الإصابات للأسف. حتى كانت أنباء تتحدث أنها كانت ممكن تفتح اليوم، ولكن للأسف مع هذا الارتفاع، مع عودة ديال حضرة التجوال، ما عاد تفتحش. طبعا التاكسيات بين تطوان طنجة كاينين، ماشي غير في المغرب، في جميع الدول. يجيب الجواب على هذا السؤال، ما دور الحكومة في هذه الأزمة؟ دور الحكومة في هذه الأزمة، حكومة على العموم ما تندفعوا حتى لشي جهة، باش نكونوا واضحين. الحكومة منذ بداية الجائحة وهي تتحرك، مشكل فيها وفي المواطن، باش هي مسؤولية تقريبا فيها وفي المواطن فيها. انا في رايي كان خصها تزمط الشغل، باش نكون واضح، لانك كنطول شويه الحجر. اكيد غيجي شي واحد في التعليق يقول لك والناس ما بقات ما تاكل وكذا، راه ما عادي يموتوش بالجوع، ولكن عادي نتغلبوا على الجائحه بعد، لان ديك 3 شهور اللي دوزنا ديال التماره كاملين احنا كنأدي الثمن غالي ديالها، اذا ما عطاش الاكل ديالها، كنا عليه نتغلبوا ولكن ما عطاش الاكل ديالها، كنا بقينا شادين حتى لهذا التوقيت. كانت غتكون الأزمة خانقة كذلك ومعاناة، ولكن كنا غنتغلبوا على الجائحة وكنا ممكن نعاودوا نرجعوا للحياة الطبيعية في أقرب وقت ممكن، ولكن للأسف. ثمانين إصابة اليوم، 80 مصاب اليوم في تطوان، 80 مصاب، وأنا كنتنبأ أن غدا تكون أكثر، لأن يعني التحاليل دائما كتجي معطلة بواحد النهار تقريبا، ملي كيكون عدد كبير ممكن ان غدا لا قدر الله تجاوز 80 وتوصل ل 100 من 100 والفاصله، وما نتمناوهاش. نتمنوا العرائش، العرائش العرائش العرائش. ارقام كانت صغيره، مابقيتش عاقل، عندي في الهاتف اخر ما معايش الان. على العموم نتمناو الناس تاخذ الامور بجديه وروح المسؤوليه، هذا هو الاهم. مسابقا شوف تيفي، تنشكركم على التفاعل والتعليقات ديالكم، الوقت ديال البرنامج ديالي على مقربه من النهايه ديالو. نتمناو بالفعل الناس تاخذ الامور بجديه وروح المسؤوليه،
هذا هو الأهم، لأن الأرقام غادية وكترتفع، انخفاض درجة الحرارة يصير في انتشار الوباء أكيد، لأن البرودة الفيروس سينتشر. ونتمنى بالفعل الناس تأخذ الأمور بجدية والمسؤولية، هذا هو الأهم، لأن السؤال اللي مطروح واش يمكننا نتغلبوا على هذه الجائحة بالقريب العاجل. متسابقا نشوف طيفي 30 دقيقة ليالي على المشاريف ديال النهاية. شكرا لكم على التفاعل والتعليقات ديالكم، كان معكم معتكف كالعادة، أمل نلقاكم بخير غدا صباحا إن شاء الله في مباشر الدردشة والجولة الصباحية. تحياتي لكم الحاضر العالم الغائب، كل واحد يساهم في التوعية. شكرا لكم يا أخي معتكف، كنت كنسمع الصوت فقط الآن تعرفت عليك، أعوذ بالله، الله يرفع الوباء. شكرا سي أحمد، شكرا كل المتابعين الأوفياء داخل الوطن وخارج الوطن، إلى اللقاء، تصبحوا على خير.